اليوم نحن في مقر المجلس الأعلى الإسلامي للذكرى 15 لرحيل عزيز العراق سماحة السيد عبد العزيز الحكيم طاب ثراه، حيث هذه المناسبة الأليمة يتم إحيائها سنويا من قبل سماحة الشيخ أحفظه الله، ونحن إن شاء الله سائرون على النهج. سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، هذا الرجل المجاهد من الأسرة العريقة أسرة السيد محسن الحكيم، والتي بذلت ما بذلت وأعطت ما أعطت من دماء في سبيل إعلاء كلمة الدين وكذلك إعلاء كلمة الحق. فهذه الشخصية طبعا شخصية مميزة. هذه المناسبة عزيزة على كل العراقيين، معروفة يعني عزيز العراق، منو ما يعرفها من العراقيين. فألف رحمة على روحه بجاه هذا اليوم، وكنا مجاهدين احنا واولادنا واطفالنا على مسيرته ثابتين ان شاء الله ما انزل عنها باذن الله تعالى. عزيز العراق حقيقه كان عزيز القلوب وعزيز المجاهدين والثوار، وكان بحق ذلك هو الرجل العالم، وذلك هو الرجل المجاهد. حياكم الله. أن يرزقك الله بأن تكون عالماً فهذا كرم رفيع، أو أن تكون مجاهداً فهذا فضل كبير، أو تكون مؤسس للعمليات السياسية بعد مسيرة من الظلم والاضطهاد فهذا عز لا يمنحه الباري إلا لمن ذو حظ عظيم. أما أن تكون بثلاثة منازل فهذا يعني أنك عبد العزيز الحكيم. بفقدك هدمت إحدى أركان العراق، وتركت في أبنائك جرحا لا يندمل مهما طوت السنين صفحاتها. فالسلام عليكم يوم ولدت ويوم رحلت ويوم تبعث حيا في عليين مع من سبقك من العلماء والمجاهدين من آل الحكيم وباقي الأسر العلمية المجاهدة. من جديد أهلا بكم. محور ملفنا الأول عن الذكرى 15 لرحيل عزيز العراق قدس الله سره الشريف، ورح نتحدث به مع خادم شهيد المحراب الحاج أبو ضياء الصغير. حياك الله ورمضان كريم. أهلا وسهلا ومرحب بكم، حياكم الله وحيا جمهورنا الكريم. بداية نعزي أنفسنا ونعزيكم على الذكرى 15 لرحيل عزيز العراق، وأسألكم 15 عام مضت على رحيل عزيز العراق، ما الذي أسسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لكم على ذكركم لهذا الرجل المظلوم الذي كان له فضل كبير على العراق وعلى العراقيين بعد السنوات العجافة التي حكم بها الطاغية صدام لعنة الله عليه، وكان من ضمن أقوى الشخصيات التي أسست لعراق جديد. والكل يعلم أن العراق بعد سقوط الطاغية كان من المقرر للأمريكان أن يحكموا هم العراق، وعدوا جدولا وعدوا حتى دستورا كتبه بريمر، ولكن بفضل هذه الجهود الطيبة والطاهرة لهذا الرجل الكريم بعض إخوانه من القيادات في حينها استطاعوا أن يؤسسوا للعراق جمهورية خاصة به بعراقيته بشخصياته
ولا ننسى دور المرجعية الكبير، وبالخصوص مرجعنا الإمام السيستاني حفظه الله ورعاه، دعمه ووقفته، وكل الشعب العراقي وقف مع الدستور العراقي من قبل العراقيين، وكذلك من تأسيس الدولة وأيام الانتخابات وتشريع القوانين. وكان السيد عبد العزيز هذا الدور الكبير والمشرف، وما نعيشه اليوم وهذه السنوات بعد رحيله هي جهود كبيرة بذلها هذا الشخص العظيم، وقد أثمرت والحمد لله خصيصا في هذه الفترة الأخيرة من ثمار جيدة من أجل خدمة العراق والعراقيين. واستطاع العراق ولو لبعض الشيء بالرغم من الضغوط الكبيرة التي يمارسها الاستعمار وغير الاستعمار وبعض الحاقدين على العراق، من عدم نهوض العراق، ولكن الحمد لله والشكر النهوض مستمر، وإن شاء الله اسم العراق يبقى عاليا إن شاء الله. ما الذي أسسه الراحل مع أخي قدس سرهم الشريف حتى نتمتع باليوم بعملية ديمقراطية في العراق، والعراق اليوم له مكانة دولية واضحة؟ ما الذي أسسه الراحل؟ السيد عبد العزيز الحكيم كان له دور كبير بعد رحيل شهيد المحرم هذا القائد العظيم السيد محمد باقر الحكيم، الذي كان هو الرجل الأول في هذه القضايا التي ذكرناها من تأسيس العراق. فقد نادى شهيد المحراب رضوان الله عليه منذ اللحظة الأولى، العراقيين يجب أن يحكموا هم بلدهم، العراقيين يجب هم أن يضعوا الدستور العراقي، العراقيين يجب أن ينتخبوا قادتهم وتشكيل هذه اللجان من مجلس محافظات ومجلس النواب، وكذلك تشكيلة الحكومة الرئيسية كلها كانت أوائلها كانت لشهيد المحراب. وللأمانة أقولها كان السيد عبد العزيز الحكيم مكمل كبير لدوره، وكان الرجل الأول الذي يسمع ويطبق ما يقوله شهيد المحراب، لأنه يعتبر هذا التكليف من قبل أخيه الأكبر في أداء المهمة وإيصال. الحمد لله الأدوار اكتملت بتأسيس يعني لحد رحيله عدة برلمانات، يعني تشكيلة كل 4 سنوات، وكذلك مجالس المحافظات، وكذلك التصويت على الدستور والانتخابات التي جرت بصورة صحيحة. فقد كانت أكو محاولات ضاغطة لثن الشهيد محمد باقر الحكيم قدس الله سره الشريف طبعاً عن اللجوء لهذه الحكومات وهذا البرلمان والديمقراطية وسهولة العملية السياسية. الضغوطات كانت غير متوقعة للأمريكان، طبعا كانوا يتوقعون هم الذين سوف يحكمون العراق، هم الذين يضعون الدستور، هم الذين ينتخبون فلانا أو فلانا. حتى أنا شاهد على حالة في محافظة النجف في الأيام الأولى، الأمريكان انتخبوا أحد الشخصيات هو من يقود محافظة النجف، فاعترض وجهاء النجف الأشرف وجاءوا إلى السيد الحكيم وقالوا له يعني ما معناته الأمريكان هم خلوا محافظ علينا وإحنا ما نريده. فبكل بساطة رأسا يعني إجابة عفوية قال لهم لا، النجف يجب أن يحكمها النجفيون أو شخصية من النجف. فقالوا هذول الأمريكان ما نقدر لهم، قالوا تمام أنتوا طلعوا تظاهرة بشكل بسيط جدا، قالوا له هذول عندهم دبابات، وكانت الدبابات موجودة في النجف والأسلحة يحملون وكل شيء عندهم والقوة موجودة بقوة. طمأنهم السيد أنه تطلع مظاهرات إعلامية وليست مظاهرات عسكرية. قالوا لي يضربون، قالوا ما يضربوكم. وأعطاهم مقترح بسيط جدا في وقتها أنه أنتوا الأمريكان عندهم الإعلام ترى كل شيء أثر داخلهم في أمريكا، فجيبوا الإعلاميين الأمريكان الموجودين، يمكن أتذكر يمكن بوقتها CNN والجزيرة وبعض القنوات كانت موجودة، فهذول سووا جيبوهم وقولوا إحنا ما عندنا شيء سوى لافتات رفعوها نطالب. ثاني يوم رأسنا تغير، سحبوا الأمريكان طلعوا مظاهرة. كان من اختيارهم من غير أبناء النجف هذا المحافظ؟ نعم ما أتذكر يا شخصية، مهما يكون كان باختيار الأمريكان. لا أقصد توجهاته كانت يعني ضد أهالي النجف، ضد التوجهات والتقاليد الموجودة في العراق. سيد الحكيم أو الأمريكان؟
لا الامريكان اللي خلوا هذا الامريكان طبعا هم جاي ما يريدوا يحكمون هم ما يريدون سيجوز زين باي مسوغ يحكم يعني على اي اساس يجيب محافظ بعد جايب له دستور وينصبه لمحافظ مثل ما سنضرب مثال بسيط يعني باي مسوغ هسه الفلسطينيين قاعد يذبحون باليوميا بالمئات لما نقول بالالاف باي مسوغ انه اعطوهم مجلس الامن ومجلس الامن للاسف الشديد معروف بيد الامريكان وقوانينه وهذا ذاك الوقت هم نفس الحاله عندما جاء الامريكان كانوا يتصورون هم الحكومه التي لا تزول يعني ويحكمون بما يشاءون ولكن ببطوله وشجاعه واخلاص شهيد المحراب والعضيد له المفدى واقعا يعني كان السيد عبد العزيز حكيم مظلوم جدا ووقف مع شهيد المحراب بابسط القضايا كان لا يخالفه ووقف معه طبعا هو هم صاحب نظريات وافكار لا نقول يعني فقط منفذ يحمل نفس الافكار ولكن الرأي الاخير كان لشهيد طيب ما السيد الراحل عبد العزيز الحكيم قدس الله سره الشريف بعد رحيل السيد محمد باقر الحكيم يعني هذه تركه ثقيله على السيد عزيز عبد العزيز الحكيم كل شلون قدر يمشي الامور شلون قدر يتحمل فقد اخيه هذه فاجعه لمت بالعراقيين حاجه سيد عبد العزيز معروف رجل بصبره سيد عبد العزيز الحكيم رأيته وعشت معه من سنة 81 مباشر صحيح كان يعمل في مكتب آخر ولكن كنا نفس الشيء يعني في عملنا ووضعنا رجل صبور جدا ويتحمل الآلام ولم نراه يبكي لعشرات من السنين سوى رأيته مرة واحدة يبكي وهو عندما اجتمعوا في لحظة وصول أخيه المظلوم الشهيد محمد مهدي الحكيم رضوان الله عليه إلى مطار الذي اختيل في السودان من قبل المخابرات العراقية عندما جاءوا بجنازة الشهيد إلى طهران ووقفت عائلة النساء وحدهم في منطقة خاصة أو منطقة معزولة نسبة عن الجمهور أين؟ في الظلام وقفوا هناك رأيته بكى لثواني ولم أراه يبكي عندما كنا نغسل السيد مهدي الحكيم لا نقول قلبه قاسي بالعكس قلبه عطوف جدا رحمة الله عليه ولكن بعد مرور السنين بدأ يبكي وخصوصا في العراق السيد عبد العزيز الحكيم صفة جميلة عنده أخلص لله 100% والكل شاهد عليه ليس فقط الإسلاميين حتى العلمانيين حتى الأكراد حتى كل شيء وما شاهدوه في أيامه الأخيرة من نضاله وجهاده مع المرض ولكن كان لا يفكر بالمرض 100% ولكن يفكر بالعراق بهموم العراقيين وبمشاكلهم وبتشكيل الحكومة والكل يعلم أنه يوم الاثنين كان اتفق العراقيون على تأسيس أو الاتفاق على انتخاب رئيس للوزراء أو تشكيل الكتلة معذرة تشكيل الكتلة انتخبوه يوم الاثنين عندما سمع بهذا الخبر وهو في العناية المركزة فقد من ذلك اليوم وبعد يومين سبحان الله ارتحل والكل يشهد أن هذه اللحظة كان ينتظرها سيد عبد العزيز قبل رحيله الرجل أخلص لله 100% وتوكل على الله وكان دائما يشعر أن الله معه ومع مواقفه ولهذا صبر على فراق أخيه العزيز كلش عليه يعني وليس هو أنا أرد أسأل حضرتك أصعب موقف مر به السيد عبد العزيز الحكيم وطبعا كل المواقف صعبة لأنه أسرة الحكيم قدمت الكثير والكثير من التضحيات والشهداء لكن أصعب موقف تقريبا يعني أصعب موقف هو فقدان شهيد المحراب أصعب شيء لنا وله يعني بعد عزيز وعشرات السنين معا عشرات السنين في الجهاد في الدروس الحوزية في المرجعية في إلى اللحظات الأخيرة معه واستهدافه كان مفاجئة ولم يكن معذرة لم يكن مثلا مرض أو تدرجت الحياة مثلا مع لا مفاجئة فكان صدمة كبيرة وتحمل المسؤولية بعمقها كان سيد عبد العزيز مجاهدا عندما كان في بغداد و الاتصالات والمشاورات على تشكيل الحكومة وتشكيل القوانين يلجأ إلى السيد محمد باقر الحكيم إلى النجف ولكن بعد فقده لشهيد المحراب أصبح ليس له سوى مرجعيته
ومرجعيتنا المباركة التي كان يستند عليها وكانت المرجعية تستند عليه في كثير من الأوساط الدينية الأوساط العلمية، كيف تلقت خبر رحيل عزيز العراق؟ طبعا كان خسارة كبيرة للعراقيين، مع قلة القادة، مع قلة المخلصين، لا أقول موجودين مخلصين أو غير موجودين، ولكن لم يكن مثل السيد عبد العزيز نموذج موجود في يحتذى به يخلص لله 100%، والكل شاهد، وأعتقد السياسيين يتذكروه كل زين. عندما تحدث الانتخابات ويستحق المجلس الأعلى أن يكون المنصب الفلاني له، أول من يتنازل عن المنصب هو السيد عبد العزيز الحكيم، ويقول أي واحد خليجي، وخير دليل في أحد الانتخابات وصلت المرحلة إلى انتخاب أن يكون من المجلس الأعلى، ولكن إطاعته إلى النجف الأشرف بعدما جاء له التليفون من النجف الأشرف، وأنا شاهد على ذلك التليفون، جاءه الخبر قبل الانتخاب بدقائق، دقائق معدودة. شنو كان الخبر؟ الخبر أنه للمصلحة العامة إحنا نرى أن تعطي الجهة الفلانية رئاسة الوزراء، وبكل رحابة صدر وأقولها للأمانة، ما أدري سأ مذكورة ما مذكورة، وكان المرشح عادل عبد المهدي الله يحفظه السيد أبو هاشم، ومن سد التليفون سيد عبد العزيز رحمة الله عليه قال لي بلكن نصيح للسيد أبو هاشم، فقعد يمكن 5 دقائق ولا 10 مو أكثر، فطلعوا قالوا لي أبو ضياء خل تنعقد الجلسة، رحت خلال 5 دقائق 10 صعد ذاك الرجل الشامخ سيد عبد العزيز بكلمات أخجل الجميع، سكتهم بأخلاقي دبلوماسية والسياسة والحوار بكلام هادئ 10 دقائق أو ربع ساعة يمكن أتذكر الخطاب، وأول من تحدث بعده عادل عبد المهدي أعلن انسحابه واستجابة لطلب السيد أبو عمار، وكذلك بعده للأمانة أذكر أعتقد يمكن الدكتور الشلبي، وبعده السيد حسين الشهرستاني، وكذا أصبحت إلى. لكن يتهم السيد عزيز العراق بأنه كان فقط يثبت حقوق المكون الأكبر في العراق، يعني بين قوسين الشيعة. حضرتك تنقل لي الآن صورة مغايرة تماما لما يقال عن عزيز أبدا العراق. أبدا، وهذا مكتبه شاهد والكل شاهد والإعلام شاهد، أنه استقبل الآلاف من المكون الآخر، والآلاف من الأكراد، والآلاف من الشيعة، أكيد للشيعة لهم حصة أكبر مهما يكون، الغالبية في العراق هم للشيعة أكيد حصتهم أكبر، وكان يقود المكون الشيعي صحيح بكل قوة بجدارة، ولكن لا ينسى بقية المكونات وبقية الأطراف. أيها. كل ما يقال هنالك لتخريب العراق ليس أكثر من هذا. السيد عزيز العراق كانت له نظرة استشرافية إن صح التعبير، كان يقرأ بعض الوقائع وما سيحدث مستقبلا، مما كان يخشى السيد عبد العزيز الحكيم كان من التطورات السياسية؟ طبعا أتحدث في هذا المجال. كان يخشى من تفرقة المكون الشيعي. أها، يعتبر المكون الشيعي هو الأساس في الحكم، وهو الذي يقوم الدولة في كل مكان أي كان مرشح، وللأسف حدثت بعض الإشكالات، ولو وجوده كان سد منيع لأي اختلاف، والكل شاهد بعد رحيله أصبح العراقيين للأسف الشديد فد مقدار ما أكو تآلف أكو، ولكن ليست كما كانت في ذلك الوقت بعدما كان الأمريكان وغير الأمريكان والضغوط الخليجية والبريطانية وبعض الدول على تشكيلة الحكومة ومن كلها، كان السيد عبد العزيز رأي قوي وجميل. كان يخشى الانشقاق الشيعي يكون من الداخل أو من ضغوطات خارجية؟ لا أكيد هي المؤثرات الخارجية كانت كلش واضحة، طبعا ما يراد لفد نقاش أو هذا، كانت كلش واضحة، بس هو يعني ما كان على مود أنه الشيعي يكون يبقى شيعة، فد مسألة مهمة، باعتبار المكون الشيعي هو الأكبر. أي. هو الذي يسيطر في تشكيلة، ولا يعني على مود لا تصير يعني يترك فاصلة لتشكيلات الحكومة ينتخبون ما ينتخبون، ما نشاهده الآن للأسف الشديد في عدم انتخاب رئيس البرلمان، أكو فد مشكلة حدثت بالمكون الآخر، عدم اتفاق على مكون، في ذلك الوقت كان همه وغمه أن يجمع الكل، هذا من جانب الشيعي. وهذا هم رح يسأل سؤال، لماذا كان يتمتع السيد عبد العزيز الحكيم بهذا الثقل والوزن السياسي؟ يعني بين قوسين الكل يسمع حجايته، لماذا اليوم بعض السياسيين لا نجد لهم هذا التأثير القوي؟ ما الذي تبدل حاجة؟
والله ما هاي شو قضايا سياسية أنا كلش أدخل بيها. هي مو سياسية بس ليش؟ شيء أنا أعتقد به الإخلاص لله الذي كان يتمتع به سيدة عبد العزيز الحكيم، اعذروني ما موجود. لله ولشعبه بكامل عقله وتفكيره ووجوده أنه يجب الإخلاص من الله، والله هو الذي يدعمه. ولكن الآن السياسيين هم أصحاب القرار حسب المصلحة، حسب ما كانت عندنا مصلحة سوى خدمة العراق فقط. وقلت لكم خير دليل عندنا كثير كانت النية خالصة لله تعالى، لله ولشعبه طبعا، أكيد لله ولشعبه، أكيد ما كان بكل تأكيد. ولا كان يطمح لنفسي أي شيء، ولا يرغب في أي شيء، ولا يرغب في تجارة ولا في أي شيء، حتى المناصب الحمد لله والشكر كثير منها عافية وتركها ومو يم. يعني على ماذا كان يعول السيد عبد العزيز الحكيم؟ بماذا يوصي حتى يتم النهوض بالعراق وبالشيعة وبالمكونات الأخرى؟ بماذا كان يوصي سماحته؟ أهم شيء عنده كانت هي الوحدة والالتزام بالمرجعية 100% بدون نقاش. كلام المرجعية منطقي كبير جدا، كان دوره كبير في أحداث النجف. لا حد يذكر، ما حد يذكر، لا كان دوره. حدث لي عن هذا الموضوع حتى نوضح للمتلقي حاجة. في ذلك الوقت حدثت أحداث النجف والجيش الأمريكي دخل بشكل كبير جدا إلى النجف، وكان بعض المقاومين للأمريكان أو الذين حدثت مشاكلهم مع الأمريكان، نعم، يتواجدون في داخل النجف مباشرة، وبالذات في مرقد أمير المؤمنين داخل الضريح. في داخل الضريح وجاءت الأوامر أو سمع بالأوامر السيد عبد العزيز الحكيم أنه الأمريكان غدا سوف يقتحمون مدينة النجف ويضرب أمير المؤمنين. هذا تدنيس ما راح يسكت عليه العالم الإسلامي كله. فكان طلبهم في نفس الوقت، لا ننسى الدور الكبير للإمام السيستاني الله يحفظه ويطول عمره، كان مريضا وفي حركة أو سفر علاج من لندن، فقرر أن يرجع السيد الإمام المفدى السيد السيستاني حفظه الله في اليوم الفلاني. ترجت الحكومة في وقتها وترجى الأمريكان وبالذات من السيد عبد العزيز أنه تحدث مع تعالى وتحدث مع السيد السيستاني ليأجل سفره ليوم واحد، لأننا في ذلك اليوم سوف نقضي على ما يدعونه، سوف نقضي على هؤلاء الموجودين في الصحن الشريف ونقضي عليهم ونقتلهم ومن هذا الكلام. طيب فالسيد عبد العزيز رفض هذا بطلاقة أبدا بأي حرف ما تكلم. بعدين بأي حرف ما تكلم مع الأمريكان؟ لا تحدث، ما مسموح لكم، ما مسموح نهائيا، ما مسموح لكم تجوا. شنو كان رد الأمريكان؟ نعم، شنو كان رد الأمريكان؟ رد الأمريكان ضغط، أنا شاهد على ضغط. يعني المكتب كان في ذلك اليوم بكل بساطة المسؤولين رايحين جايين، قلت من العراق، رئيس الوزراء رايح جاي، التليفونات رايحة جاي، بس يريدون يوم واحد ينتظرنا السيد السيستاني. وحتى يعني صارت عندنا خشية على السيد السيستاني احنا نفس الوقت، لأنه مريض وترك يعني رحلة العلاج. مو بس لا ترك، لا خاف يضربوه بالطريق، الأمريكان يسوون لنا فتنة. كان عندنا خوف، ولهذا جاء بالعشائر هي التي حمت السيد السيستاني وأوصلته إلى النجف ذاك اليوم، وكان متوقع أن تحدث ضربة كبيرة جدا للسيد السيستاني وللنجف، ولكن بفضل الله وبجهود هؤلاء الرجال المظلومين لم يستطع الأمريكان أن يتحركوا ولم ينفذوا أي خطة ونجى العراق. مما كان يخشى الأمريكان من تأثير سماحة السيد السيستاني أو تدنيس الحرم الشريف؟ يعني ما حد راح يسكت، ربما ستتفجر عليهم الأرض إن صح التعبير. أكيد هي يعني طبعا وجود السيد السيستاني ليس للأسف الشديد، إحنا نأخذه في شيء بسيط، رجل قاعد بالنجف عمره كذا سنة يقلدوه مثلا هيك. السيد السيستاني عبقرية عقلية كبيرة صمام جدا، صمام أمان العراق. هذا الصمام هذا في اللقب، بس ألقاب كلها يحملها، ألقاب الجيدة والشجاعة، هو الذي أنقذ العراق في عدة مراحل. أقلها إذا نحب نريد نذكر، هو نذكر ما قام به مع الدواعش بهالفتوى المباركة من كلمتين، الجهاد الكفائي، لم يقل الجهاد العام، الجهاد الكفائي. صحيح. وبهذه الكلمات استطاع العراق أن ينهض ويستعيد قدرته وقوته. في ذلك الوقت كان للسيد السيستاني وللمرجعية الكلام الأول في العراق،
والمفروض لحد الآن موجود، ولكن للأسف السياسة تغيرت. شنو السبب اليوم اللي كلام المرجعية وهو مسموع، لكن أكو بعض الأطراف تدفع باتجاه التشكيك بالمرجعية الرشيدة؟ هسه حضرتك أكيد متابع مواقع التواصل الاجتماعي، أكو ناس يشككون أيضا بوجود السيد السيستاني الله يحفظه. شنو يعني ما أنا أتعجب، شنو واحد يشكك؟ شنو الدليل على تشكيكه؟ مجرد تشكيك. شنو التقليل من قيمة السيد السيستاني الله يحفظه؟ خلي يذكر لي مثال واحد بس بعقلانية. للأسف الشديد البعض يقول في حينها أنه نايم ما يدري شكو ماكو، مع العلم لحد هذه اللحظة وبكبري سني الله يعطيه الصحة والسلامة، لحد هذه اللحظة يستقبل العشرات المئات يوميا ولم يكل ولم يمل، مع العلم يعني في الضغط والكل شاهد لحد الآن. قلت واحد من أصدقائي رايح قال حجي أنا وقفت من 4 الفجر لزمت سرة أريد أشوف السيد وبالقوة طاب من كثرة الناس وكثرة هذا الرجل، هو هذا مثلا ما يدري شكو ماكو. أنا شاهد عليه رحت له قبل الدواعش، يمكن ما أتذكر بالضبط، يمكن أوائل شعبان، والفتوى كانت بمنتصف شعبان، فأنت رحت بداية شعبان تقريبا، يمكن 1، 2، 3 ما أتذكر بالضبط. فكان تحديثه معي يعني واقعا أنا أقضيها مع يعني معرفتي به ومعرفتي بقية المراجع وتواصلي ومحبتي ومعزتنا الحمد لله والشكر موجودة من آبائي وعمامي وأخواني لحد هذه اللحظات، وتواصلنا مستمر. لم أتوقع السيد السيستاني يتكلم هذا الكلام معي، قال أنا أنظر غير ما أنتم تنظرون، الخطر قادم على العراق، أرى شيء أنتم ما سامعين به. عجيب. أنا عقلي هاي طبعا بيع بحذافيرها، بس سمحت السيد يعني شنو الأمر العجيب؟ أنا بالشارع وأدري وأروح والفيس وموجود بالشارع. زين ما سألت شنو هذا الأمر العجيب أو الخطر اللي قال أكو قضايا أنا أدري بها أنتم ما تدرون بها، أبسط شيء أنا أرى الأمور غير أنتم ما تروه. وصلت سبحان الله، ما حد كان يتوقع الدواعش، ما حد كانت مفاجأة أيام ده. بحيث من جو الدواعش طبوا قلت سبحان الله السيد ذاك اليوم قل لي في الدحشة، ما عقلي ما أخذها. أنا أتحدث عن نفسي سبحان الله صدق اللي صار. يعني أنت من قراءتك الشخصية لماذا اليوم البعض يشكك في سماحة السيد؟ يعني شو راح يستفيد؟ ما هو السيد السيستاني لولا فتوى الجهاد الكفائي لما بقي العراق شامخا عزيزا حتى هذه اللحظة. هذا حديث ويا السياسيين وأنا ممتنع. لا أنا أتحدث عن حديث الشارع. حديث الشارع السياسيين دعك، هل هو من جهل أو أولا أكو عدة قضايا. أولا أخو بالجهل هذا من كيم منه. لا ننسى في العراق كثير من للأسف الشديد وجود البعثية لحد هذه اللحظة، وجود المشككين أبناء السفارات وغير السفارات، وجود الناس البسيطة جدا ما تعرف هذا شنو ذاك من شنو، ولكن الغالبية ترى موجودة. الغالبية ما نقول إحنا صامتة ولا ساكتة، الغالبية متدينة، الغالبية التي تعمل من أجل العراق ومن أجل حفظ مرجعيتنا وديننا ومذهبنا. لم نكن يوما ما نتجاسر، الحمد لله الغالبية أتباع السيد السيستاني وأتباع المرجعية يراعون الجانب الشرعي والديني وكثير من القضايا. المقابل لا يراعي، ابن السفارة وين يراعي، البعث وين يراعي، كان من يكون وين يراعي هذا الجانب، لا عد دين لا عد حتى وإن كان ينتمي للإسلام أو غير الإسلام، ولكن دينه حمله على كف لمصلحته فقط. عندما تقتضي المصلحة نهتف السيد السيستاني، ولكن عندما المصلحة تضرب حزبه تشكيله شخصيته المصار مع الحشد الشعبي. في البداية الكل يصفق ويهلل للحشد الشعبي، استطاع الحشد أن يدحر داعش الإرهابي، اليوم هنالك تسقيط للحشد الشعبي واستهداف أمريكي واضح، كلش واضح، هذا يعني ما يراد لا نقاش ولا واضح، يعني كلش وضوح الشمس. يعني الكل هسه اللي نذكر الذين يتكلمون او اللي يحجون رجعوا ب 2014 وين كنتوا؟ 2014 و15 و16 و17 وين كنتوا؟ الكل ساكت، الكل ساكت والكل ما موجود والكل لم يشارك مع الحشد الشعبي، الحشد الشعبي والقوات الامنيه، لا نقول فقط الحشد الشعبي. صحيح الابناء الحشد الشعبي كانت الحصه الكبرى، ولكن بقيه قواتنا الامنيه الحمد لله والشكر كانت موجوده معنا في هذه اللحظات. اين كنتم انتم؟
مقارات معروفة في الأردن وفي دبي وفي أربيل للأسف الشديد، وفي تركيا، وحتى وصل بعض الدول انتشروا، ومن هناك بعضهم يصرح ويصرح بهدوء لم يتحدث عن الحدث. عندما انتصر العراق بدأ للأسف الشديد، وهذا أنا أعتبره ديدن الجبناء، من لم يعتر بالحشد الشعبي وبتضحياته وبقدرته، ولحد الآن بعد الحشد الشعبي قوي ترى، بس عنده أخلاق وعنده قيادة واتباع الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو مطيع لها ويعتبر نفسه جزء من القوات الأمنية من أجل محافظة العراق. وكذلك الحشد الشعبي ليس فقط عسكريا بل جيش عقائدي، وعقيدته يستلمها من مرجعية أسرة الحكيم. قدمت أكثر من 68 شهيد من العلماء في زمن الطاغية المقبور صدام حسين، بالإضافة إلى أسر علمية عريقة ولها تاريخ الديني والسياسي، لكن أسرة الحكيم كانت منفردة، أنها لن تهاوي سلطة النظام أبدا، لم تقدم أي تنازل، لم تكن طرفا في أي تفاوض مع النظام البعثي المقبور. سؤالي لك اليوم، نحن وفينا حق أسرة آل الحكيم؟ حافظنا على هذا التراث لو لا؟ طبعا لابد أن نذكر أكو قضايا إيجابية كثيرة في العراق. عندما قاومت النظام البعثي نتائجه أصبح للعراقيين دولة مستقلة وجهود كبيرة في الخلاص من الإرهاب ومن الدور البعثي الخبيث الذي مارسه ضد الشعب العراقي. أصبح العراقيين ثقافة عامة، أصبح العراقيين سلوك خاص ويمشون به ويسيرون عليه. أصبح الآن العراقيين لهم كلام مسموع في دول المنطقة بعدما خطفت هذه الأسماء وهذه الأشياء من العراق لجهود آل الحكيم، دور كبير جدا. هذه نتائج، بعض النتائج. طبعا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح له أو الذي طمح إليه شهيد المحراب وبقية شهدائنا، ولكن الآن العراق بأمن وأمان بفضل مرجعيتنا وبفضل تضحيات هؤلاء الشهداء المظلومين بشكل كبير جدا، لهم الفضل علينا في كل شيء. ببركة الطيبين، اللهم يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر الحاج أبو ضياء الصغير، حياك الله ورمضان مبارك عليك، تقبل الله صالح الأعمال والطاعات، شكرا جزيلا لحضرتك. الآن نختم ملفنا الأول بفقرة التغريدات للإطلاع على أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول الذكرى 15 لرحيل عزيز العراق الخالد، قدس الله سره الشريف. الآن نفتح وإياكم الملف الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي حول قرار المحكمة الاتحادية بإلزام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن محتوى فاحش. المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن حجب المواقع وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تنشر المحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز على الرموز الدينية والإساءة للأديان التي لا تتناسب مع الذوق العام.
حقيقة هذا القرار، قرار المحكمة الاتحادية، هو قرار صائب جدا وقرار صحيح، ولكن هذا القرار جاء متأخرا، لأنه حقيقة المحتوى الهابط أدى تأثير كبير على سلوك الفرد العراقي. أكثر من عام تواصل السلطات الأمنية حملة محاسبة صناع المحتوى الهابط على منصة التيك توك، الذي أصبح وباء اجتماعيا وتلوثا سمعيا وبصريا مليئا بمزيج من التمثيل والاصطناع، ليأتي لسلب ذات الشباب والمراهقين والكبار على حد سواء. يعني في العموم نحن نحتاج إلى عملية ضبط الآليات السلوك الاجتماعي التي أصبحت متأثرة كل التأثير بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي ترسل أو تبعث بسموم كثيرة لتهديم تركيبة المجتمع العراقي. ونحن اليوم المجتمع العراقي يعد المستهدف الرئيسي في عملية نظامنا السياسي. والله بالحقيقة احنا جايين نشوف الأيام يعني فشيء غريب، يعني نشوف واحد يرقص، واحد يحطين على راسه، واحد يطق بيض، واحد يرشاء، يعني ما لا جاي يقدم ولا يتأخر. اكو محتويات لا والله نحطها على الراس، واكو محتويات ما لها اي تعليق ولا لها ذكر. قرابة 75% من العراقيين يستخدمون مواقع التواصل، خصوصا تطبيق التيك توك، وسط دعوات شعبية بغلق هذه التطبيقات التي تتضمن مقاطع مخلة بالأخلاق والأدب. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور ملفنا الثاني راح نتحدث به مع الكاتب والإعلامي الأستاذ سالم مشكور. حياك الله ورمضان مبارك عليك أستاذ سالم. شكرا جزيلا، رمضان مبارك، تقبل الله أعمالكم جميعا. منا ومنك إن شاء الله. المحكمة الاتحادية ألزمت وزارة الاتصالات بحجب مواقع التواصل الاجتماعي ذات المحتوى الفاحش. برأيك شلون راح نفسر هذا القرار، وهل سيلزم هذا القرار صناع المحتوى الهابط في العراق لو لا؟ أنا استغرب أنه الحدث هو المحكمة الاتحادية تلزم يعني بقرار منها تدعو إلى أو تلزم بمكافحة هذا المحتوى. يعني لو ما كانت المحكمة الاتحادية، ما أعرف الآن قانوني أولا يفتون أنه هل هذا من واجبات الحكومة المحكمة الاتحادية؟ سالم طبعا صوتك مو واضح. وفي غير ذلك هذه مسؤولية الجهات التنفيذية. نعم. يعني لا يحتاج الأمر إلى قرار محكمة، ننتظر قرار محكمة عليا حتى نبادر إلى. هناك تراخي في هذا الموضوع، هناك حالة تثيب، حالة فوضى في الساحة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب المحتوى الفاحش والهابط والضحل والتافه الذي ينتشر كالنار في الهشيم. هي هنا النقطة أستاذ سالم. الإجراءات مو كافية، وما حد أصلاً قاعد يتخذ هذه الإجراءات من الجهات المعنية. سؤال لحضرتك، ليش الكل ساكت عن هذه مواقع التواصل الاجتماعي، وشنو الغاية؟ هذا بسبب ضعف الأداء الحكومي على أكثر من 20 عاماً. الآن مثل ما أنا أأمل، أنه مثل ما نشوف في موضوع الإعمار، هناك حملة مكثفة، هناك متابعة من شخص رئيس الوزراء. أتمنى أن أرى جهداً بهذا الاتجاه مركزياً، هناك لجنة عليا تشكل من عدة جهات، ليس فقط وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، من جهات أمنية من غيرها. حالنا حال باقي الدول التي قامت بذات الخطوات، أن الدول المجاورة لنا سيطرت على الموضوع من خلال علاقة اتفاقات مع شركات هذه الوسائل، المواقع مثل فيسبوك مثل تويتر وغيرها. هناك موقف حكومي يجب أن يكون موحداً، لا الموقف مشتت بين عدة جهات، حتى أن هذه الشركات لا تعير اهتماماً ولا تحترم أي طلب عراقي، لأن لا يرون موقفاً موحداً وحازماً. لا. طيب أستاذ سالم، اتخذت موقفاً حازماً، أجبرت هذه الوسائل على توقيع اتفاقية معهم بشروط. أولاً هناك جانب مالي يجب أن يدفع، هذه الشركات تجني مئات ملايين دولارات من كل ساحة، يجب أن يكون هناك ضريبة أو حصة للحكومة للخزينة العامة. هذا العام
استاذ سالم خرجنا من الساحه العراقيه. الموضوع الثاني الموضوع السياسي والامني والاخلاقي، هذا يستدعي ان يتضمن الاتفاق خطوات. الان في تركيا مثلا بامكانهم ان يصلوا لصاحب اي حساب وهمي خلال 10 دقائق او حتى غير الوهمي، وبالتعاون مع هذه الشركات عبر الاجبار وليس سالم. عبر الشخص. ما تتفضل بي واضح. احد هذه الجهات كان يقول لي انهم لا يستجيبون لنا، طبعا ما يستجيبون، اذا ما يشوفون اكو حزم، ما يشوفون اكو خطوات جاده، ما يستجيبون وراح يظلون يعبثون. بالمناسبه تعرفين انه هناك معلومه قبل سنتين مديره في الفيسبوك استقالت وفرحت ماذا يجري داخل هذه الشركه، قالت نرفع تقارير الى الاداره العليا نقول له ان هناك محتوى هابط، محتوى عنفي ويؤدي الى مشاكل في هذه المجتمعات. ياتينا جواب من الاداره اذا اردتم ان تستمروا في الحصول على مرتبات عاليه وامتيازات كبيره فعليكم ان تسكتوا وتمرروا ذلك. اذا هو مشروع دافع جانب مالي واقتصادي. اي اذا هو مشروع استاذ سالم، خلينا نتفق على هذه النقطه. لكن ليش تعجز الجهات المعنية عن الحد من هذه الظاهرة؟ يعني قبل سنة شفنا مكافحة المحتوى الهابط، لكن رجعوا جماعة المحتوى الهابط أقوى من السنة اللي مرت عليهم، رجعوا لنا أشرس وأقوى وأقبح. شنو السبب؟ لأن باختصار جماعة المحتوى الهابط وتحديدا النساء منهم هن مرتبطات بشخصيات يتمتعون بنفوذ ويستقوين بهذا النفوذ بهذه الشخصيات، لذلك تشوفيهم يتمتعون بامكانات ماليه، يتعدون يطاولون، واي شيء يعترضهم يشيلون تليفون على فلان وفلان ويستنجدون به. هذه مشكله حقيقيه عندنا يجب ان تكافح بشده. ثم احنا عندنا طبعنا بالعراق عندنا هبات، يعني لما نتحمس شيء نسوي لنا هبه. اي ومن ثم نبرد، بعد ايام نبرد. هذا موضوع مكافحه المحتوى الهابط ايضا حاله وحال باقي الاجراءات، هبه لعده اسابيع ثم تراجعت هذه الهبه، فضلا عن الدعم اللي تحظى به بعض صناع المحتوى خاصه النساء منهم. هناك تراخي، هناك عدم جديه مطلوبه بالمستوى المطلوب في مكافحه هذه الظاهره. هناك يعني اجراءات يجب ان تتخذ من قبل الاجهزه الامنيه، مثلا النوادي الليليه، هذه اماكن لها روادها وابواب مغلقه ويفعلوا ما يشاؤون بينهم بين الله، ما حد له علاقه بهم، لكن ان تصور مقاطع وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان يحاسب صاحب المكان وبشده، هو يكون مسؤول، هو يكون مسؤول عن سالم. منع ادخال الموبايلات وعمليات تصوير داخل استاذ سالم لكي لا تبقى محدوده في هذه النقطه اللي حضرتك وتدخل البيوت و اي بهذه النقطة اللي حضرتك هسه تتفضل بها وهي نقطة في غاية الأهمية. اليوم بعض الشخصيات أجلكم الله، بعض الراقصات إلها فانز وإلها متابعين وإلها صفحات ويروج إلها وتستضاف في بعض البرامج الإعلامية التلفزيونية وكأنها شخصية مربوقة تقدم للمجتمع على أنها شخصية جيدة. طيب بعد قرار المحكمة الاتحادية تتوقع راح تتغير هذه الصورة لو لا؟ للأسف كثرة قرارات المحكمة الاتحادية صارت وتوسع اهتماماتها أدى إلى حالة تراخي في تطبيقها. كثيرا من القرارات المهمة الحساسة الاستراتيجية الآن لا تطبق، وبالتالي أخشى أن يكون هذا حال بقية. هذا لا يحتاج إلى قرار المحكمة، هذا يحتاج إلى إجراء تنفيذي من رأس السلطة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا تتولى التنسيق وجمع عدة جهات معنية بهذا الموضوع والتحرك بحزم وقوة وعدم التراخي، لا أن نهب عدة أيام ثم نتراجع ونتراخى. هذا يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى قوانين ساندة لهذا الموضوع. عندنا قوانين جرائم المعلوماتية، قانون العقوبات يحتاج إلى تغيير. هيئة الإعلام والاتصالات يجب أن تدعم في ملاحقة هذه الأمور. لحد الآن نشوف كل إجراء يتخذ يواجه الاتهامات في تقييد الحريات وكذا، هناك عدم وضوح للخط الفاصل بين الحريه وبين الاستهتار وبين المساس بامن الناس وامن البلد والقيم الاجتماعيه. يعني منو يدعم لجنه الاتصالات؟ منو يدعم لجنه وزاره الاتصالات؟ انا اتحدث عن هيئه الاعلام، وزاره الاتصالات عملها تقني فقط. اي وزاره الاتصالات عملها تقني بامكانها ان تقوم به هي الغلق، لكن ان تكون هناك لجنه لمتابعه تلقي الشكاوي والتقييم مؤلفه من جهات امنيه وهيئه الاعلام والاتصالات
ووزارة الاتصالات وأي جهة أخرى تساهم في هذا الموضوع، هذه تتخذ القرارات بالغلق. وزارة الاتصالات مهمتها تقوم بالغلق، لكن الغلق مو كله، ليس كله ممكن، يحتاج إلى اتفاقات مع هذه الشركات. هذه الشركات تعطي معلومات أصحاب الحسابات المطلوب غلقها، وهذا يتم باتفاقات مع الحكومة العراقية، بين الحكومة العراقية وهذه الشركات، لا أن هذا الأمر لا يتم بالدعاء والتمني والمناشد. أستاذ سالم، هي ماكو مكاتب رسمية حازمة مع هذه الشركات؟ إيه، هي حتى ماكو مكاتب رسمية لشركات مواقع التواصل الاجتماعي هنا في العراق. طيب هذه من يعني يتحمل؟ أنضيف مثلا الإمارات هددوهم بأنه يمنعوهم يحجبوهم داخل الإمارات، وإلا أو أن ينفعوا بأن يتعاونوا مع الحكومة مع الجهات المختصة بإعطاء معلومات عن أصحاب الحسابات. تركيا أيضا منعتهم لسببين اقتصادي مالي وسبب أمني، وبالتالي هؤلاء انصاعوا لأن يعطوا الكود معين أو يستجيبوا لأي طلب من جهة حكومية معنية محددة لإعطاء معلومات عن أي حساب ممكن يشكل خطر على المجتمع أو على الأمن وما إلى ذلك، وبالتالي يتم الدخول إلى معرفة مصدره وغلقه. هذه أمور نحتاج إليها. الغلق العام لن يجدي. الآن في أمريكا هناك نقاشات حول، وصدر قرار صادق مجلس النواب على إغلاق تيك توك أو بيعه أو شرائه من قبل مؤسسات أمريكية، لكن هذا الأمر ما زال قيد النقاش، ويقال أنه في الكونغرس لن يمر على مجلس الشيوخ، لأن الأمر صعب جدا. في العراق الموضوع أصعب، لا يمكن غلق مثلا فيسبوك كاملا إلا إذا كانت هناك سياسة من أجل الضغط على هذه الشركة للتعاون. هناك مجالات للتعاون مع هذه الشركات لغلق بعض الحسابات. اليوم نعاني في العراق بس المشكلة أنه كثير من السياسيين عندنا، بل وحتى رجال الأعمال، أصبح لهم جيوش إلكترونية وحسابات وهمية يهاجمون بها ويتعدون بها على الآخرين. هذه يجب أن تكافح، هذه الظاهرة ضمن مجموعة محاربة التفاهة والمحتوى الهابط والمحتوى الفاحش. الإعلامي والكاتب الأستاذ سالم مشكور، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. نسأل الله لك تقبل الأعمال والطاعات، ورمضان مبارك عليك إن شاء الله. نأتي إلى ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الشيخ همام حمودي يؤكد على ضرورة أن يكون تحالف أبشر يا عراق نموذجا في الخدمة المجتمعية. السوداني يؤكد خلال تفقده مشروعي فندقي موفي بنيك أن العراق مقبل على احتضان فعاليات مهمة. وفي ذكرى فاجعة حلبشة رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التكاتف لحماية الوطن. محافظ بغداد يضع حجر الأساس لمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي بواقع 8 أحياء. وأخيراً النزاهة تعلن توقيف رئيس جمعية إسكان تعاونية تجاوز على أرض بقيمة 80 مليار في نينوى. حصادنا انتهى لهذا اليوم، شكراً على كرم المتابعة، وكالعادة تصبحون على ألف خير إن شاء الله.